يزداد الوضع الإنساني في غزة سوءا بعد أن قطعت إسرائيل إمدادات المياه والغذاء والكهرباء. وقال بعض السكان إن مياه الشرب قد تنفذ في وقت قريب جدا، وذلك مع انخفاض عدد صهاريج المياه العاملة والمعتمدة على البنزين، بالإضافة إلى انخفاض منسوب المياه الاحتياطية في المستشفيات. كهرباء قاعدين الاطفال بيعبوا ميه زي ما انت شايف، والله ما في كهرباء ولا ميه ولا خبز، قاعدين بنجري على الشباك نعمل الخبز، انخنقنا احنا والله انخنقنا، واليهود اولاد الصرمه اللي قطعونا من الميه والكهرباء عملوا لنا ازمه، فيش في الدار ميه، هاي الشباك بنروح عليها بنروح نقعد غاد عشان الميه والكهرباء، والله فيش مي ولا كهرباء، مش راضيين يجيبوا الميه عنا ولا الكهرباء بسبب الحر. انا عندي 4 شحونه وبعبي، طال مطلع ال4 شحونه وعندي 6 اولاد بطلعهم في الشحونه وبعبوا للناس، وفي ازمه التو رحت اعبي سراب من الطرمبه بكل في السراب، يعني عندي نقلتين بس اقدر ارميهم بس، بعد هيك بخلص السراب بخلص، فيش مي نهائية، فيش كازي يشغلوا الميه، ولا واحد راضي يعطينا ميه سبب الحرب، دمرونا مربعات بحالها بدمروا فيهن، دمروا كل الدنيا. الوضع صعب جدا بالنسبه للميه، والوقت يعني الشركه هذه اخر شركه بتعبي في قطاع غزه موجوده ميه حاليا. الله اعلم ايش يصير كمان يوم يومين ثلاثه في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها، والله الايام اللي جايه علينا حتكون هي مؤشراتها حتكون صعبه، لانه العدو ما ماخذ راجع في الانتهاكات المستمره في قطاع غزه، بقصوا في بيوت فارغه، بقصوا بيوت مليانه في اطفال في شيوخ، فالامور كل مالها تزداد صعوبه.